مرحبا بكم. اليوم نتعرف على الطرف الثاني في نهائي كاس تونس موسم 2021-2022 بعد مستقبل المارسا اللي تأهل على حساب اتحاد بنقردان. اليوم النادي الافريقي او النادي الصفاقسي في نهائي كاس تونس. زوج فرق اللي تقابلوا بدايه من الستة على العشاء في ملعب محمد العقربي برادس ثم جيراتو في الفار موجود يوسف الاستراري. مباراه منقوله على قناه الكاس وعلى قناه التسعه. التشكيلات المحتملة للزوز فرق النادي الافريقي منتظر يكون سيف الشرفي في حراسة المرمى، اسكندر العبيدي على اليمين، على اليسار عبد الرزاق، محور الدفاع منتظر في نادر الغندري رامي البيدي، وقدامه في وسط الميدان احمد خليل، لاري العزون، شهاب العبيدي، قدامه في الخط الهجومي زوار حمدي العبيدي. بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي ايمن دحمان في حراسة المرمى، على غرام محمد النصراوي في محور الدفاع، عزيز الساحي على اليسار، وسام البحري على اليمين، قدامهم في وسط الميدان شادي الهمامي، فارس ناجي، حسين علي في الخط الهجومي، اشرف الحباسي، اسماعيل ديكيتي وحازم الحاج حسن. في البولي منتخبنا الوطني يلعب اليوم ثم نهائي بطولة العالم بولونيا سلوفينيا بداية من 8 متاع الليل ضد أحد المنظمين منتخب بولونيا اللي بطل العالم في 2014 و2018. في فرنسا حاليا أجاكسيو يواجه لوريون، أجاكسيو في توزغار موجود احتياطي ولوريون في منتصر الطالبي يلعب أساسي في تشكيلة لوريون. في إيطاليا حاليا انطلاقة لقاء سبيتسيا بولونيا، الخمسة إلى سفيرونا ساندوريا، الثمانية غربة أودينيزي تواجه روما. في انجلترا الاربعه ونص مانشستر يونايتد تواجه ارسنال، وفي المانيا الماضي ساعتين ونص اوكسبورغ تواجه ارتا برلين، بوروسيا مونشنغلادباخ مع الاربعه ونص تواجه ماينز بالخمسه. كانت هذه ثاني نشرات رياضيه لليوم، تلقاها على السيت موزايكا فام بونت.